بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألا
كف قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي السلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Call me home, I wanna be your own. I'm running desperately into your arms where I belong. And I know your love can turn this heart. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. عمره itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu mengulang-ulang kalimat ini, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta, harta di tangan Allah, bisa lewat dia, bisa lewat temannya, bisa lewat mana aja, yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu gak punya uang, tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang.